نحن في ظل هذه الأزمة المالية اللي أوصلت البلد إلى عدم القدرة على تسديد الرواتب، لماذا نستغني عن ديون ممتازة مستحقة على شركات هي أصلا رابحة؟ هذه تساؤلاتنا، هذا سبب رفضنا في البرلمان على المستوى الشعبي. اليوم يعني أنت أسألك بالله، أي مبلغ يمكن يطلب المواطن يتم استيفاء بشكل سريع، في حين هذه الشركات اللي هي تمتلك المكان الإمكانيات والموارد والربحية المتحققة يوميا يتم حمايتها وإعطائها خمس سنوات. بالمناسبة القاضي أشكل على هذه الفقرة بالذات وقال هذا تعمد بهدر المال العام. كيف أنت تمدد خمس سنوات بدون فوائد؟ هسه انتم مددتوا، قلتوا للشركات فت خمس سنوات ويلا تسددون، لكن يفترض تقولون مع نسبه فائده 5-10%، لا انطوها الى مجرد تاجيل. طيب. هذه كلها خروقات واضحه وعدم بذل العنايه بالمال العام للاسف من الحكومه ومن الهيئه الاعلام والاتصالات. المتحدث باسم الحكومه يقول احنا نحترم قرار القضاء بس ما نقبل التشكيك بقرار الحكومة بتمديد العمل مع الشركات. والله خلي يقرأ زين المتحدث باسم الحكومة، خلي يقرأ زين القرار مال القضاء، وأنا أتمنى على الجميع المشاهدين يقرون القرار لأول مرة، وأنا يعني بالعمل التنفيذي من عام 1997 لأول مرة أشوف هيك نبرة وهيك عبارات بالقرار. يعني من يذكر جهالة فاحشة، القاضي يذكر هذا المصطلح جهالة فاحشة. هذا مصطلح قانوني. نعم، أي أن هناك جهل فاحش في القائمين على إعداد هذا القرار وتقديمه للمؤسسات الرسمية. ويرجع القاضي ويقول ضآلة في التقدير. يعني شلون انت تقدر قيمة الترددات هذه كلها اللي عددتها كلها ب 234 مليون دولار؟ انت بال 2007 كانوا عدد المشتركين يمكن مليون او مليونين، مو اكثر من مليونين، واخذنا من عندهم مليار وربع رغم انه المدة 15 سنة، هنا 8 سنوات يعني نصف المدة. شلون تاخذ من عندهم 223 وانت مطيهم خدمات الجيل الرابع وتمديد وترددات اضافيه؟ يعني هذا شلون ما يصير تشكيك؟